أجرى الدكتور وسيم علي عملية جراحية نوعية باستئصال ورم خبيث بالرئة، حيث تكللت هذه العملية بالنجاح، وذلك في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية. المريض علي عنده مشكلة كان بالرئة، هي ورم خبيث بالرئة بالفص السفلي، بس هالمشكلة انه طالعة على الفص العلوي، يعني انه نحن عندنا مشكلة بالرئة تحتاج استئصال رئة، لانه هي صايرة بالفص السفلي وبالقصبات مرتشح القصبي مدخل القصبة الفص العلوي قريبة من مدخل الفص العلوي، وبالتالي لا يمكن اجراء جراحة الا انه تشيل الورم بشكل كامل. لنشيل الورم بشكل كامل نحتاجين نحن انه نشيل رئة بشكل كامل، الا اذا نحن قدرنا نقص قصبة الفص العلوي وقدرنا نقص قصبة الرئيسية اللي هي تجي للفص العلوي والفص السفلي، ونرجع نوصلهم بما بعض بعملية تسمى سليف ريسكشن، يعني الاستئصال بشكل اسفينة، يعني هي عملية منصنع فيها القصبات بحيث انه نحن نرجع نوصل القصبات ببعضها. اما الاستئصال العادي بالروتيني هي ان احنا عم نوصل هالقصبات ببعضها، نحن بنستأصل مجرد مستأصل ومسكر القصبه، سواء قصبه الفص العلوي او قصبه الفص السفلي او الرئه كلياتها قصب الرئيسي للرئه. والحمد لله يعني تم الامر بالنجاح مع استئصال الورم بشكل كامل، يعني هو الاساس انه نحن نشيل الورم بشكل كامل، والشيء الثاني انه نحن فينا نحن نحافظ على جزء من الرئه بحيث انه المريض يضل يمارس حياته بشكل طبيعي. اثناء وظيفته صرت ابزغ دم، هون انتابني شعور، خفت انه ما ابزغ دم، ما عم يشعني شيء ولا تعرضت انه لاي وجع ولا شيء، صرت ابزغ كتل دم. تواصلت مع الدكتور وسيم علي، اخذت موعده وجيت لعنده وجبت معي الصور والتحاليل وكل شيء، طلع معي كتلي عريان. عملت عمليه ضليت 10 ساعات العملية، الحمد لله رب العالمين، وتكللت كلها بالنجاح، وأخذت بعد منها جرعات وقائية، أخذت جرعات والحمد لله. عملت تقييم الأول كان ما في شيء نهائيا، ورجعت لعند الدكتور وسيم وأنا خبرته وطمنته وقلت له هيك وضعي. رجعت عملت تقييم تاني بعد 3 شهور كمان، والحمد لله رب العالمين كله تمام التمام. أنا مريض، كانت ايدي تنميل، مريض بالرئه، ما بعرف ايش نوع مريض بالرئه، كانت ايدي تنميل بتوجعني، وكل يوم قول مفصل اخذ دواء المفاصل ما استفدت. عندي ابني سمع بالدكتور وسيم، خلي بيه في دكتور باللاذقية اسمه وسيم العلي، والله قال لي بدك عمليه، شلون رحت صرت عملت اوراق العمليه، جهزت الاضباره على 24، قال لي يوم كذا روح على بيتكم انا بحكي معك. اجى يدوري بالعمليه، حكى معي على البيت، جيت أنا تاني يوم الصبح فوتني على غرفة العمليات، تعب معي 9 ساعات وربع تحت العملية، هو خطي مستمشان، تعرف مشان شو؟ في كان لف الوزمي عشرش بوسط بغزة الرأس الرئة، ما بعرف بغزة المخ، ضل 9 ساعات وربع حتى شلي عن الشريان، شلي هل ما بعرف شو بسمه، كان لف على الشريان، هو بجوز بيعرف أكثر مني. والحمد لله وعمل العملية، طلعت عملية ناجحة، والحمد لله هلق أنا صرت ممارس عملي، أنا موظف ممارس عملي بكل، والحمد لله وعزمي قوي، والحمد لله ما يعني وما أجي وروح لحالي، هلق أنا جاي من سلحاب لهون لحالي، ووضعي صحي 100%، أنا واثق بهالإنسان بالدكتور، واثق وضعي جيد جداً. وكما في كل مرة يثبت الطبيب السوري في كل يوم المقدرة على تحقيق التميز والنجاح في هذا المجال بالرغم من ظروف الحصار الغربي الجائر على بلدنا سوريا.